بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو البرنامج الأول في حياتك؟ أعلم أنه توجد برامج تلفزيونية كثيرة تتابعها أنت في كل يوم، ولكن ما هو أقوى برنامج أثر فيك؟ لمعرفة هذا الجواب أجرينا دراسة، فوجدنا أن أكثر البرامج تأثيراً على المشاهد هي تلك التي غيرت شيئاً في حياته، وأحياناً تكون عبارة عن مشاهد لدقائق معدودة لا أكثر. وهذا بالضبط هو هدفنا. من أجل تحقيق هذا الهدف بدأنا التجهيز منذ أكثر من عامين، تنقلنا فيها بين ما يزيد عن 7 دول نائية وفي أماكن هي من أصعب أنواع المعيشة في الأرض. نبحث لك عن أكثر مشهد مؤثر في الصحاري الإفريقية. كانت هذه مصدر حياة لكثيرين، سبحان الله انتهت تماماً. لك أن تتخيل أن المشي الآن أصبح عليها صعباً. نعيش معك قصة مؤثرة في وسط الغابات الاستوائية، أحياناً فوق الجبال، أحياناً أخرى على الأنهار، والعجائب لا تنتهي. بعد مشي 3 ساعات في السيارة، نحن الآن في طريقنا إلى القرية التي في وسط الأدغال. هناك بشر يعيشون هنا. على فكرة هي لا ترى جيداً، ترى بعين واحدة، العين الأخرى ترى فيها. ما هذا؟ طعام بتاعه. طعامها؟ أيوة. هي تأكل هذا؟ أي تأكل. يكفيهم لمدة كم؟ اليوم وبكرة. هذا ليومين. ومع تنوع السفر يجد الإنسان أحداثاً لا تخطر على البال. نسير بالسيارة 6 ساعات في وسط البراري في إفريقيا، ثم نجد طفلين يمشيان على أقدامهم في الصحراء. إلى أين؟ إلى المدرسة. المدرسة؟ لقد خرجوا صباحاً يمشون مدة 1.5 ساعة في مناطق خطرة منعدمة للوصول للمدرسة. ما الذي يصبرهم على ذلك؟ سترون بأنفسكم. في جمهورية النيجر مررنا بأهل قرية فوجدناهم مجتمعين عند حفرة بالمئات ينتظرون دورهم. دورهم في ماذا؟ نزلت في الحفرة لأنظر ماذا يوجد فيها. لن تتوقع، إنها بقعة ماء. من شدة الجفاف اجتمعوا جميعا عليها منذ الصباح. وفي المقابل ذهبنا على بعد 900 كيلومتر من هذه القرية فوجدنا العكس، قرية أخرى فاض عليها النهر فهدم القرية كلها. ما عدا شيء واحد لم يتهدم، بيت الله. نعم، لم يتهدم المسجد. فنفذنا معهم مشروعا تنمويا يعملون فيه بأيديهم، لو نفذوه فإن كل عائلة لن تبني بيتها المهدوم فقط، بل يمكنها أن تبني 3 بيوت كل 4 أشهر. ولك أن تحسب بعد سنوات ماذا سيحدث. انتقلنا إلى اليمن حيث أدمن كثير من الناس على القات كبارا وصغارا. نحن في مدينة تعز اليمنية، زرعت الجبال كلها من القات، ولكننا طرحنا فكرة جعلت 5 من أصحاب المزارع المصدرة للقات يقلعون عن جميع القات ويخرجونهم مزارعهم، يحرقونه ثم يستبدلونه بأشجار البن والذرة والقمح وغيرها من الطيبات. فكيف حدث كل هذا؟ سبحان الله، كانت فكرة بسيطة سأذكرها لكم إن شاء الله. لما توقفنا في كمبوديا عند قرية مسلمة دخلنا كوخا من الأكواخ فوجدنا فيه عجوزا مقعدة لم تخرج من هذا الكوخ. ومن المعتاد أننا نعظ أهل القرى ونعلمهم الإسلام، ولكن هذه العجوز هي التي وعظتنا ونصحتنا فقالت كلاما أبكى المصور وأبكى المترجم، لقد أبكتنا جميعا. فماذا قالت؟ تدعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يغفر لها جميع ذنوبها. يوميا هي تسبح يعني 100 من التسبيحات والتكبيرات والتحميدات على هذه الأدوات، يعني أهدافا في رضا الله سبحانه وتعالى. في الصومال وأثناء تنقلنا بين القرى وجدنا شخصا يعيش مع جميع أفراد عائلته في كوخ مساحته 5 أمتار في 4 أمتار. المفاجأة الأخرى أن عدد أفراد الأسرة الذين يعيشون بداخل هذا الكوخ عبارة عن 11 إنسان. والله الواحد صعب يبقى داخل 5 دقائق فضلاً على أن يعيش لمدة 10 سنوات. بالمناسبة اكتشفنا شخصاً آخر، أم الزوجة موجودة، أصبح الإجمالي 13 شخصاً في داخل هذا الكوخ. والأب يقول أنا أحس أني أسعد إنسان في العالم. ما هو سر سعادة هذا اللي جعله بهذه الفرحة؟ عندما تكتشفه سيتغير شيء من حياتك. نمشي في صحراء قاحلة تملأها العواصف فنجد عجوز عمرها تجاوز 100 عام تعيش بلا مأوى في وسط الصحراء، وأولادها بعيدون عنها، فنبحث عنهم ونحضرهم إليها. فانظر إلى حالها. السلام عليكم، كيفك يا والدي؟ تمام، كيف حالك؟
ونجد شابا مسجونا دخل السجن بعد 3 أيام من زواجه، عريس يقضي شهر العسل في الزنزانة. ماذا حدث له عندما أطلقناه؟ كنا جالسين عند أم عجوز تبكي على ابنها المسجون منذ 4 سنوات. كيف حالك يا خالة؟ وبينما نحن عندها دخل عليها فجأة ابنها حرا طليقا. كيف ستكون ردة فعلها؟ أيها المشاهد الكريم، انتبه انتبه، إن جميع المسلسلات التي تعرض عليك في الشاشة وربما تتأثر بها هي عبارة عن تمثيل لا أكثر، وأما ما سأعرضه عليك فهي وقائع حقيقية. أنا لست أحكي لك قصص حدثت في الماضي، بل أنت ستعيش معي الأحداث بتفاصيلها لحظة بلحظة في رحلة هي من أعجب وأجمل رحلات حياتي التي استفدت منها. تخيل أن كوخا من القش تسكنه عجوز مشلولة لوحدها ولها ابن لا نعرف أين هو، لغز. ثم نكتشف أن ابنها عاق ويسكن بجوارها في بيت كبير من دورين، وعنده سيارة ومزرعة، وضع بينه وبينها أسلاك شائكة، وتقول أنه لم يزرها منذ مدة لم يعرف عنها، وهي مريضة تطلب منا أن نذهب بها إلى المستشفى، تريد منا أن نأخذها، وهو يتركها ولا حتى يزورها. أنا سأحاول أن أصل إليه، يعني لعلي أستطيع أن أحاول أن أقنعه أن يبر أمه لكي ينجو هو. والله أخاف عليه، والله أخاف عليه، ما أدري ماذا سيفعل الله به. هي لا تريد أن تشتكي لنا، فقرر فريق البرنامج الذهاب إلى منزل الابن وطرق الباب عليه لنصحه. مع عدم معرفتنا بردة فعله التي لا يمكن التنبؤ بها، السلاح منتشر هناك، لا أدري ماذا سيفعل بنا. ماذا تتوقع أنه فعل بنا؟ وماذا حدث الأم بعد ذلك؟ أريدك أن تعيش معي القصة بأحداثها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع برنامجك أحلى رحلة.